من جديد برحب بك يا كابتن ايمن وطبعا بكل ضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وببارككك طبعا يا كابتن ايمن وببارك لكل جماهير النادي الاهلي الف مبروك، يعني طبعا ختامها مسك للسنه دي سنه 2023 النادي الاهلي بطل السوبر المصري للمره ال 14 في تاريخ النادي الاهلي، ويمكن زي ما حضرتك شايف طبعا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وفرحه كبيره هنا يا كابتن ايمن اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن طبعا خليني ابارك لك مليون مبروك، تحبي تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النهارده؟ الف 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 مبروك، الف مبروك لكل الاهلاويه ولكل الفرقه اللي تعبوا دايما ومفرحنا. يعني بصراحه احنا عارفين ان النهارده يعني النتيجه المجهود مش البطوله دي، بطولات كتير احنا واخدينها قبل كده ومقدرين تعبهم، مقدرين ان يعني في الشوط الثاني كان الاداء اقل، فيعني ميرسي ليهم جدا جدا جدا، ويا ريت يعني دايما مفرحينا دايما كده يا رب. الاهلي دايما معودنا ان احنا نكسب، معودنا ان احنا ناخد البطولات، عارفين ان طبعا لعيبه مجهده طبعا تعبوا ما بين السعوديه وما بين الامارات، ولكن هم النهارده عملوا اللي عليهم، كسبوا فرحونا كالعاده، نشكرهم، مش عارفين نقول لهم ايه بصراحه، اي كلام مش هيبقى كفايه، كتر خيرهم على اللي هم عملوه. كان ماتش هايل طبعا، والف الف مبروك، والجاي احسن ان شاء الله باذن الله. الف الف مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي، لعيبه وجماهير واداره، وهارد لك لنادي فيوتشر بصراحه، هارد لك، لعبوا ماتش كبير، ولكن هو ده النادي الاهلي، دايما معودنا ان يفرحنا حتى لو في اخر دقيقه، هو ده النادي الاهلي، والف مبروك، وان شاء الله دايما كده افراح، واحنا متعودين على الافراح حتى لو في اخر دقيقه. النهارده بصراحه اداء رجولي قوي لعيبه الاهلي، وخاصه بعد السفر والاجهاد الكبير جدا، يعني لعبوا كم ماتشات في وقت قصير، وطبعا احسن جون بالنسبه لي النهارده بتاع انطونيو موديست، بحس ان هو هياخد الثقه ويبدا بقى نشوف المهاجم العالمي، بس الناس بس تصبر عليه شويه. الحمد لله النهارده الف مبروك للنادي الاهلي، عمل رومونتادا في خمس دقائق بالظبط، خد بيهم جاب بيهم البطوله كلها، وانا ببارك للنادي الاهلي وبقول له الحمد لله على البرونزيه، والحمد لله اللي هو كسب البطوله ورجع لنا مصر بالسلامه الحمد لله. بشكر لعيبه النادي الاهلي كلهم، وبشكر مصطفى الشوبير الحمد لله، وبشكر كل جمهور الاهلي، ودايما مفرحنا، وبشكر حضرتك جدا، شكرا ليك قناه الاهلي. طبعا زي ما شايف يا كابتن ايمن فرحه كبيره هنا اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ختامها مسك مليون مبروك يا كابتن ايمن، فوز النادي الاهلي للسوبر المصري المره ال 14 في تاريخه الحمد لله. والان العوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا.